السلام عليكم يا شباب، النهارده عامل الفيديو ده لكيفية زيادة عدد المشتركين وعدد الدقايق وازاي قناتك تبقى توصل بسرعة وان شاء الله تتقدم في اسرع وقت. اول حاجة انك ما تيأس ابدا نهائي، ولازم كل يوم تنزل فيديو. يبقى اول خطوة كل يوم لازم تنزل فيديو، هيجي فيديو من الفيديوهات دي اليوتيوب هيرجعها وهيبقى فيها عدد مشاهدين كتير وعدد مشتركين كتير. ثانيا محتوى الفيديو، اهم حاجة محتوى الفيديو، لازم يكون محتوى الفيديو مهم وضروري والناس حباه، يعني مش لازم يكون اي حاجة هاكس والكلام ده، مهم جدا. ثالثا عنوان الفيديو، عنوان الفيديو لازم يكون جذاب، اختار عنوان فيديو جذاب، افهم ده كويس، عنوان الفيديو بيشد ان اللي بيتفرج على القناة لازم يشوفه، العنوان يكون مشوق. رابعا الصورة المصغرة، الصورة المصغرة لازم تكون نقية وحلوة وعليها العنوان من بره، فالصورة المصغرة على طول بتجذب المشترك من قبل ما يشوف اي حاجة، ايا كان صورة مصغرة بس بجودة عالية. تمام. خامسا مدة الفيديو، مدة الفيديو لا تقل عن 10 دقائق، عشان الوقت اللي بيتحسب ان البني ادم ده بيتفرج عليك بتتحسب عندك في مدة المشاهدات، لازم تكون مدة المشاهدات كتيرة عشان يبقى فيه محتوى جيد وان الناس بتتفرج عليك وتاخد عدد دقائق كتير. سادسا ضع الفيديو في اكثر من جروب، حط الفيديو في جميع الجروبات اللي انت عارفها. تمام. اي جميع جروبات، على الفيسبوك، على السناب شات، على الانستجرام، على اي حتة حط الفيديو بتاعك فيه عشان الناس تشوفه. سابعا وده الاهم، خلي بالك وده الاهم، اعمل فيديو ممول. ليه بقول لك اعمل فيديو ممول؟ النهاردة اليوتيوب انت مش عايز تكسب منه وهو مش عايز يكسب منك، استحالة، لازم هو يكسب منك، اليوتيوب لازم يكسب منك زي ما انت هتكسب منه، فلازم تعمل فيديو ممول وده اهم حاجة. اوعى تعتمد على كل اللي قلته ده في الاول من غير ما تعمل فيديو ممول، ودي نصيحة مهمة جدا. اعمل لك يا معلم كل شهر 3-4 فيديوهات ممولين، غير كده عمرك ما هيجيلك مشتركين، عمرك ما هيجيلك عدد مشاهدين كتار، عمر اللي انت بتحلم بيه هيجيلك بالسهل. ادفع لك، انا بقولها لك اهو، ادفع لك 3-4 مرات كل شهر ممول، ودي مهمة جدا جدا جدا. ثامنا يا معلم وده المهم برضو، انك لازم تدور كل يوم على فيديو ذات محتوى مهم، يعني الناس بتدور عليه، الناس بتتكلم عنه، فانت لازم تبحث يوميا عن فيديوهات ذات اهمية في المجتمع، وده مهم جدا، وده يعتبر الفيديو كامل وكل اللي موجود ده، ولو عملته بالظبط صدقني من اهم حاجة لو عملتهم كلهم النقط دي وسبتوا نقطة، يعني لو عملت جميع النقط وسبتوا نقطة مفيش فايدة، اعمل كل النقط وان شاء الله ربنا هيحقق لك مناك، وان شاء الله هيكون قناتك هتوصل بسرعة للناس وهيجي لك عدد مشتركين كتير وهيجي لك عدد مشاهدين كتير. وزي ما قلت لك وده اهم حاجة في الموضوع، اعمل لك كام فيديو ممول عشان يجي لك عدد مشاهدين كتار، غير كده مش هيجي لك حاجة، واسمع زي ما تسمع من القنوات التانية ولا حد هيفيدك بحاجة، ادفع ادفع عشان تلاقي، مفيش حاجة ببلاش ومفيش حاجة من غير تعب ومفيش حاجة من غير استراتيجية، ودي الاستراتيجية كاملة. اشكركم، لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير للقناة.